ليا الهدوء الله يخلص لي اللوره ما كنشوفوكمش حيت الكاميرات قدام. انت خاصك تغيب، انت غبر. بالنسبه للفريق ديال الرجاء كيف ما انا ما يمكنش نعطي رايي في شي حاجه تقنيه حيت غادي نكون نكذب الا قلت كنفهم بزاف، والفريق الرجاء كاينين شي خبايا فيه اللي حنا كجمهور ما فاهمينهاش، فما يمكنش لينا نحكموا على فريق من الظاهر ديالو حنا ما عارفينش الباطن وكواليس واشنو فيه. الرجاء البيضاوي كيف ما تعرف كل شيء فريق كبير بلاعبيه بتاريخه بالمكاتب اللي دازوا فيه الناجحه، مي اي فريق في العالم كيمر من مشاكل، كيمر من ازمات، وسي نورمال ان الرجاء تكون في هذا الشيء اللي فيه اليوم حيت مرات من ازمات ماليه، وهذا غير نتيجه ديال الازمات اللي طراو شحال هذه. مي ولكن العتاب كبير على المكتب المسير، فانا نبقى نرجع ونقول ان ما عنديش الحق نهضر بزاف في هذا الموضوع حيت كيضرنا حنا كرجاويين نهضروا عليه. صراحه الرجاء خاصو يعرف المكتب اللي غادي يجي، وخاصهم يكونوا رجاويين اهم حاجه. الرجاء يمرض ولا يموت. شكرا. الرجاء يمرض ولا يموت. شوف عطاتك سؤال فيه جوج الكلمات، ولكن خاصني مليون كلمه باش نزوج. امتى غتزوج واختي؟ اش نقول لك؟ وهذا السؤال ما عمرني كنلقى ليه جواب بصراحه. هذاك الشيء كله غير مكاتب، وصراحه انا دابا مركزه ما نقولش لك مع الوسط، ولكن مركزه في بزاف الحوايج في حياتي اللي ما غنقولش عندي اهم، ولكن الوقت اللي جا الخير ينفع. الوقت اللي جا الخير ينفع ياك هكا كتقال ياك. ونقدروا نسولوا عمر هذا السؤال ولا حيت انا امراه مجتمع ذكوري انا ناخذ عمر. صلاه وسلام صافي هزيه نعطيك فوق منه 100,000. تفضل سي عمر جاوب. كي جات على صاحبك؟ كي شوف انا معروف عليك. هذه راهي بس عليك. شوف كيف نقول واحد الحاجه، من البدايه كنتي شرسه شويه، ف واقيلا محاج. هذاك هو اللي ميز الشخصيه ديالها. لا اللي عجبتني ياسر. ما فهمتيش، هي بدات مع لوستك، مع لوستها دابا بشويه. شوف ما تصبش بها وخاك تلاقاو عليا بجوج دابا. يلا صافي زيدوا شي سؤال قبل ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.